السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنشرح ونحل الدرسين الأول والثاني من يونت 2 من الوحدة الثانية، كتاب بيت باي بيت، ترم أول 2024. يلا بينا نبدأ وليتس جيت ستارتد. يونت 2 الوحدة الثانية بعنوان ديزرت أنيمالز. Desert animals يعني حيوانات صحراوية. هنبدأ من بيج 58 صفحة رقم 58 lesson 1 درس الأول animals in Egypt الحيوانات في مصر. هنقرأ مع بعض الفوكابيولري المفردات. ثعلب الصحراء فينيك فوكس، فينيك فوكس. جمل كامل، كامل. عنكبوت سبايدر، سبايدر. النسر أو طائر العقاب إيجل، إيجل. بجعة بليكان، بليكان. ثعبان سنيك، سنيك. تمساح كروكودايل، كروكودايل. سحلية ليزارد، ليزارد. حشرة إنسكت، إنسكت. Other words كلمات أخرى ماذا عن what about، what about. قليل few، few. صحيح أو حقيقي true، true. نعم yes أو yeah، yes أو yeah. يقوم بعمل هام جدا do a very important job، do a very important job. حسن okay، okay. الصفحة اللي قدامها 59-59 عندي adjectives صفات. نحفظ الصفات جيدا يا ولاد. ضخم هيوج، هيوج. قبيح أجلي، أجلي. مخيف أو مرعب سكيري، سكيري. مخيف أكثر سكيرير، سكيرير. جميل كيوت، كيوت. خطير دانجرس، دانجرس. مفيد هيلبفول، هيلبفول. هام important، important. conjugation of verbs تصريف الأفعال مضارع وماضي، أفعال regular منتظمة وأفعال irregular غير منتظمة. يعيش live، عاش lived. يتحكم أو يؤيد عدد control، تحكم controlled. يعتقد think، اعتقد thought. يفعل do، فعل did. في نفس الصفحة 59 عندي في نهايتها سؤال match the words the pictures يعني وصل الكلمات بالصور. طب هنا birds طبعا عندنا البجعة والنسر من الايه، من birds من الطيور. طب السحالي اسمها lizards. طب الحشرات العنكبوت اهو والحشرات التانية ديت يبقى insects حشرات. بعد كده عندنا بيج 60 صفحة رقم 60 عندنا تيب سكريبت نص استماع عن الحيوانات والحشرات. في محادثة ما بين مام الأم وسارة وطارق. الأم بتقول look at all these animals، انظروا إلى كل هذه الحيوانات that live in our country اللي بتعيش في بلدنا. سارة قالت look at the crocodile يعني انظروا للتمساح it's huge إنه ضخم. طارق قال لها huge and scary ضخم ومخيف، سكيري يعني مخيف. فقالت له I think the spider is scarier، أعتقد إن العنكبوت أكثر إخافة، بيخوف أكتر يعني. فالأم قالت yeah but spiders، أيوة لكن العناكب are very helpful مفيدة جدا. They eat insects بتاكل الحشرات. Farmers like spiders الفلاحين بيحبوا العناكب. بعد كده سارة قالت okay what about the snake، ماذا عن الثعبان and the crocodile والتمساح. They are dangerous يعني هم خطرين. Aren't they أليسوا كذلك؟ فمام قالت yes نعم that's true هذا صحيح. But they do a very important job لكن بيقوموا بعمل وظيفة مهمة جدا. They eat insects بيأكلوا الحشرات. Birds الطيور and lizards والسحالي. This controls وده بيتحكم the number of these small animals بيتحكم في عدد هذه الحيوانات الصغيرة. We sometimes احنا احيانا think some animals are scary، احنا احيانا بنفكر ان في بعض الحيوانات بتبقى مخيفة or ugly او قبيحة.
but they are all important. لكن كلهم مهمين. Number three, look and say, then write. انظروا كل ثم اكتب. هنا عندي فينيك فوكس يعني ثعلب الصحراء، كروكودايل تمساح، سنيك ثعبان، سبايدر عنكبوت، وكامل جمل. عايزين نكتب تحت كل حيوان اسمه، تمام؟ طب الجمل اسمه كامل، ثعلب الصحراء فينيك فوكس، فينيك فوكس يعني ثعلب الصحراء. طيب بعد كده عندنا التمساح كروكودايل، العنكبوت سبايدر، الثعبان سنيك، سنيك ثعبان. في بيج 61 صفحة رقم 61 في اكتيفيتيز، في أنشطة وتدريبات على الدرس الأول. أول سؤال يا ولاد بيبقى عندنا في الامتحان هو سؤال listening استماع، بيقولوا لنا قطعة وبعد كده احنا بنحل الأسئلة، تمام؟ طب listen and write true or false يعني استمع واكتب صح أم خطأ. هقرأ معاكم الفقرة الأول أو القطعة وبعدين نجاوب على الأسئلة. القطعة دي عن الكروكودايلز التماسيح. كروكودايلز التماسيح are huge ضخمة and scary ومخيفة. They eat meat بياكلوا لحم and fish وسمك. They control هما بيتحكموا the number في عدد of small animals في عدد الحيوانات الصغيرة. طب أول سؤال، كروكودايلز التماسيح are scary animals حيوانات مخيفة؟ true صحيح. طيب بعد كده كروكودايلز are cute animals هي حيوانات جذابة؟ لا false خطأ. طب كروكودايلز eat meat and fish التماسيح بتاكل لحم وسمك؟ true. آخر حاجة كروكودايلز التمسيح controls the numbers of small animals التمسيح بتتحكم في أعداد الحيوانات الصغيرة؟ الكلام دوت true. Number two, choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. Spiders العناكب eat بيأكلوا إيه العناكب؟ بيأكلوا birds طيور، insects حشرات، fish سمك، snakes ثعابين. لا العناكب بتاكل حشرات يبقى تاكل insects. Number two, farmers الفلاحين like spiders بيحبوا العناكب because they are عشان هم ايه؟ عشان high عاليين، huge ضخام، scary مخيفين، ولا helpful يعني مفيدين؟ هم بيحبوا العناكب عشان helpful مفيدين. Number three, space animals are cute يعني عايزين نقول اي الحيوانات جذابة. طب اي يعني ايه؟ يعني where اين which اي how كيف when متى. طبعا اي يعني which اي الحيوانات جذابة. Number four, crocodiles التماسيح are dangerous خطيرة. As they are important وكمان مهمين. انا كده في اضافة يعني جملتين بضيفهم على بعض، اضيف الجملتين اللي ليهم نفس المعنى باستخدام and. and يعني وين؟ يعني قصدي اقول في الجملة دي ان التماسيح خطيرة وكمان مهمة، تمام؟ وعد هنا to الى أو لكي وبط لكن وتو أيضا. Number three, read and complete the text. اقرأ وأكمل النص with the words in the box بالكلمات من الإطار. أنا عندي فقرة فيها ثلاث كلمات ناقصة، علي أن أنا أكملها من البوكس من الصندوق أو الإطار اللي فوق ده. طب lizards يعني سحالي، دو يفعل، سكيري مخيف، وفيشرمان صياد سمك. طيب There are a lot of animals in our country. في حيوانات كتيرة في بلدنا. Some animals بعض الحيوانات are A but they are important لكن مهمين. يبقى بعض الحيوانات scary مخيفة لكن مهمة scary. Snakes الثعابين and crocodiles والتماسيح are dangerous خطيرة but they A a very important job لكن هما بيقوموا بعمل وظيفة أو بيفعلوا وظيفة مهمة جدا. طب يفعل يعني do. They eat insects بيأكلوا الحشرات and إيه بيأكلوا الحشرات وإيه والسحالي lizards. This controls ده بيتحكم the number of these small animals بيتحكم في عدد هذه الحيوانات الصغيرة. قلبنا الصفحة 62 read and match اقرأ وصل. طيب the eagle النسر and pelican والبجعة مالهم are birds يعني طيور. النسر والبجعة طيور يبقى عندي number one هنوصلها بE. Number two crocodiles التماسيح are بتكون
هيوج ضخمة. نمبر 2 بأي. نمبر 3 animals الحيوانات are important مهمة. نمبر 3 بسي. نمبر 4 farmers like الفلاحين بيحبوا spiders يعني العناكب. يبقى هنوصل نمبر 4 بي دي. نمبر 5 reorder the words to make correct sentences رتب الكلمات عشان تكون جمل صحيحة. eat spiders insects. طبعا عندنا الجملة دايما خلي بالك ان الجملة في اللغة الانجليزية ابسط جملة بتتكون من الفاعل زائد الفعل زائد الايه مفعول. فدايما ايه وانت بتكون جملة يعني جملة خبرية افكر ان فاعل وفعل ومفعول. طب هنا فاعل مين؟ سبايدرز العناكب، والفعل ايد بياكله، والمفعول انسكتس حشرات. هنرتب على هذا الاساس، هنقول سبايدرز ايد العناكب بتاكل ايه انسكتس الحشرات. طب نمبر 2 animals which dangerous are اي الحيوانات خطيره، ده سؤال يبقى نبدا باداه الاستفهام which animals are dangerous. ده ايه سؤال. طيب بعد كده think crocodiles scary I or يعني انا بعتقد ان التماسيح مخيفه. I think انا اعتقد crocodiles are scary. Number 4 about what snakes crocodiles and يعني ماذا عن الثعابين والتماسيح. يقول what about snakes and crocodiles. ماذا عن الثعابين والتماسيح. Number 6 punctuate the following ده علامات الترقيم للآتي. I think spiders are very helpful أعتقد إن العناكب مفيدة جدا. طيب أنا عندي أول حرف الأي ده هعمله كابيتال عشان بداية الجملة، ودايما الضمير أي بيبقى كابيتال، وهكتب الجملة هنا كاملة وفي الآخر أحط فول ستوب بنقطة عشان دي جملة خبرية. Number 7 write a paragraph اكتب فقرة إنشائية of 24 words من 24 كلمة عن animals in our country يعني الحيوانات في بلادنا. وقال لك هنا اكتب عن انها helpful يعني مفيدة وكمان dangerous خطيرة. طيب اول حاجة عندنا احنا لما بنيجي نكتب paragraph بنسيب مسافة نص كلمة في البداية وبنبدأ بحرف capital، وبنفصل بين كل جملة وجملة بفول ستوب نقطة، والحرف اللي بعد فول ستوب بيبقى حرف كابيتال. تمام؟ ممكن تقول ايه؟ هتقول مثلا انا قريت كتاب عن الحيوانات في بلدنا. I read اللي هو الماضي بتاع read بيتكتب بردك زي read بيتنطق read. I read a book انا قرأت كتاب about عن animals in our country العنوان بقى animals in our country. ارجع بقى للمسافة دي ارجعها في السطر اللي بعدها واحط فول ستوب. انا قرأت كتاب عن الحيوانات في بلادنا. تمام؟ طيب هتقول ايه؟ they are very important هما مهمين جدا. طيب هنقول some animals بعض الحيوانات are helpful بعض الحيوانات مفيدة. تمام؟ طيب ممكن كمان أقول ويبقى في آخرين بقى بيبقوا إيه خطرين. Others آخرين others are بيكونوا very dangerous
اخرين بيكونوا ايه very dangerous يعني خطيرين جدا. انا دخلت الكلمتين اللي هو مدهم لي في جمل تمام، واحده منهم قلت some animals بعض الحيوانات are helpful مفيده، others اخرين are very dangerous. انت بدل others دي لو ما تعرفهاش ممكن تكتب some animals وبعض الحيوانات تمام كده، ممكن تقول and some animals are very dangerous تمام. اقول there are lots of animals في حيوانات كتيرة in the desert like مثل مثلا camels الجمال، وكمان ممكن يكون عندنا الفينيك فوكس and snakes والتعبين تمام. احنا كده كتبنا باراجراف صغير، اقراه بسرعه، اقراه بسرعه. I read a book about animals، انا قرات كتاب عن الحيوانات in our country في بلدنا. They are very important، هم مهمين جدا. Some animals are helpful، بعض الحيوانات بتبقى مفيده. Others اخرين are very dangerous، اخرين بيبقوا خطرين جدا. There are lots of animals، في حيوانات كتيره in the desert في الصحراء. Like camels زي الجمال، فينيك فوكس ثعلب الصحراء، and snakes والثعابين. بعد كده عندنا lesson 2 الدرس الثاني page 63 صفحه 63 amazing desert animals يعني حيوانات الصحراء المدهشه. هنقرا مع بعض الفوكابيولري المفردات. اقدام مسطحه flat feet، flat feet دي اقدام الجمل يا اولاد، بتبقى اقدام مسطحه عشان يعرف يمشي في الصحراء. اقدام مسطحه flat feet، جمل camel camel، فرو الفرو اللي بيغطي جسم الحيوانات fur fur، لبن milk milk، رمل sand sand، فار mouse mouse، حصان horse horse، فيل elephant elephant. وقلنا البي والاتش بيدوا ساوند فا، صوتها زي الفه تمام، صوت الاف كده elephant. adjectives الصفات، عندي long adjectives صفات طويله بتتكون من اكتر من مقطع، وفي short adjectives صفات قصيره بتتكون من مقطع واحد. طيب الصفات الطويله زي مدهش amazing amazing، لذيذ delicious delicious، جميل beautiful beautiful، حريص careful careful، رائع او ممتاز او مناسب جدا perfect perfect، خطير dangerous dangerous. الصفات الشورت بقى القصيره مزعج noisy noisy، قوي strong strong، غاضب angry angry، كبير السن old old، صغير small small، رفيع thin thin، جميل او لطيف nice nice، طويل long long، كبير large large، سريع fast fast، وبردك ممكن تقولها fast صح تمام، بطيء slow slow، لان انا عندي بالنطق البريتش البريطاني بنقول fast لكن بالنطق الامريكان بنقول fast تمام، فالاثنين صح. قلبنا الصفحه 64 صفحه 64 other words كلمات اخرى، طريقه خاصه special way، هنا هندي الساوند شا لكنها شين كده special special way، طريقه خاصه special way. ما عزب fresh water fresh water، هنا طبعا هنا بردك هتدي الساوند شا كده fresh water. ملابس close close، كيلومتر في الساعة كيلومتر بير اور، ده الاختصار بتاع التلات كلمات دول كيلومتر بير اور. تصريف الأفعال يعبر cross عبر crossed، يحمل carry حمل carried، يملك have أو has، ملك had، يعمل make
عاملة made. في بيج 65-65 عندنا درس جرامر القواعد اللغوية بتاعتنا، والقواعد اللغوية بتاعتنا على الكمبراتيف adjectives مقارنة الصفات. الوقت احنا لسه من شوية صغيرين قارين عن ان في صفات طويلة وفي صفات قصيرة. طيب يعني مثلا كلمة مثلا طول طويل، عايز اقول واحد اطول من واحد، تمام؟ هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف. قالك اول حاجة قبل اي شيء بنستخدم الصفات لوصف الاسماء. عايز توصف حد اوصفه بصفة. طول مثلا the mouse is small، الفار صغير. the boy is tall، الولد طويل. دي اسمها صفات يا ولاد. طيب عند مقارنة بقى الأشياء يمكن أيضا أن نستخدم الصفات للمقارنة بين شخصين أو شيئين أو حيوانين. أنا ممكن أقارن بين شخصين، ممكن أقارن بين مثلا ألمين أقول الألم ده أفضل من الألم ده مثلا، ممكن أقارن بين حيوانين أقول الحيوان ده أقوى من الحيوان ده. دي اسمها مقارنة. طيب خلي بالكم معايا، في صفات قصيرة ماشي، يجب أن تعلم أن الصفات تنقسم إلى صفات طويلة زي ما قلنا وصفات قصيرة. لسه قايلين برضك الكلام ده، تمام؟ مع الصفات القصيرة لما أجي بقى أقارن واحد بواحد في صفة قصيرة، بنضيف للصفة ER وبعدها بنحط زين. يعني مثلا اسم الإيه الحيوان أو الإنسان اللي أنت هتقارن إيه هتقارنه بالتاني، بيجي بعديه عندنا هنا إز أو آر، إز للمفرد وآر للجمع، وبعدين صفة قصيرة وإيه آر وزين. نضرب المثال عشان نفهم، وبعدين اسم إيه الشخص التاني أو الشيء التاني. مثلا عايز أقول إيه، الفار أصغر من الفيل. إحنا عارفين كلمة صغير يعني سمول، وفار ماوس، وفيل إليفانت. طيب إزاي أقارن بينهم؟ إزاي أقول الفار أصغر من الفيل؟ أجيب الأول اسم إيه الأولاني أماوس، والماوس ده مفرد، يبقى أقول أماوس إز، الفار بيكون. عند سمول يعني صغير، عايز اقول اصغر من، اقول سمولر زين، احط في اخر صفه اي ار وبعدها زين. طيب اصغر من مين؟ ان اليفانت، من الفيل. يبقى a mouse is smaller than an elephant، الفار اصغر من الفيل. يبقى احنا عندنا هنا مثلا اهو سمول يعني صغير. طب عايز اقول اصغر من، اقول ايه؟ سمولر زين. طب ادوني امثله تاني، مثلا اي مثال، مثلا طول طويل، عايز اقول اطول من، ها هضيف الصفه اي ار في الاخر وبعدها زين، يبقى طولر زين يعني اطول من، تمام؟ يبقى لما يكون عندي صفه قصيره وعايز اقارن واحد بواحد، احط في اخر الصفه اي ار وبعدها زين. بعد كده بيقول لك يمكن حذف زين وحذف اسم اخر اذا تم ذكر الاسم في جمله سابقه. يعني انا عندي هنا مثلا ارابيت، الارنب از سمول، الارنب صغير. اي ثينك ذا ماوس از سمولر، اعتقد ان الفار اصغر. يعني مش شرط اقول في الجمله دي عشان خاطر خلاص اتكررت كلمه سمول، مش شرط اقول سمولر زين كذا، لا انا بقول الارنب صغير واعتقد الفار اصغر. مفهوم بقى من الكلام ان الفار اصغر من الايه، من الارنب. طيب بس دي ما بتجيلناش في الايه، في اسئله الامتحان، يعني دي ايه ملاحظه كده. طيب بعد كده برضك بيقول لك لاحظ عند اضافه اي ار للصفه، لما تحط اي ار للصفه اذا انتهت الصفه بواي وقبلها حرف ساكن بنحذف الواي ونضيف اي ار. يعني ادي عندي مثلا كلمه سكيري مخيف، اهي انتهت بحرف الواي وقبلها حرف الار وهذا حرف ساكن. اما اجي اقول اكثر اخافه، الحيوان ده بيخوف اكتر، اقول ايه اشيل الواي واحط اي اي ار مكانها، يبقى سكيرير اكثر اخافه. هيفي ثقيل، عايز اقول يعني ده اتقل من ده اقول هيفير، تمام؟ شلت الواي واضفت اي اي ار. طب بس الصفه بقى لو انتهت بحرف متحرك زائد حرف ساكن بنضاعف الحرف الساكن. قال لك كلمه بيج يعني كبير، اهي ادي حرف ساكن وقبليه حرف متحرك. لما اجي اقول مثلا الفيل اكبر من مثلا الحصان، تمام؟ احط ايه في الصفه اي ار، بس قبل ما احط الاي ار اضاعف اخر حرف، يبقى بيجر. بصوا كده ضعفت حرف الجي، بيجر مثلا زين، ماشي؟ بيج كبير، بيجر اكبر، سين رفيع، سينر ارفع. ولو انتهت الصفه بحرف الاي بنضيف ار بس، يعني نايس لطيف او جميل. عايز اقول ده الطف من ده، ده اجمل من ده، الاي موجوده مش هكتبها تاني، خلاص احط الار على طول. نايس لطيف، نايسر الطف. اللي قلناه فوق دوت ده بالنسبه للصفات الايه القصيره. طب للصفات الطويله اللي هي بتتكون من اكتر من مقطع زي دانجرس خطير، بيوتيفول جميل، اكسايتنج مثير، كل دي صفات طويله.
قالك بنضيف قبل الصفة الطويلة more أو less. more يعني أكثر وless يعني أقل. يعني أنت عايز تقول إيه؟ مثلا ده أقوى من ده، ده أقل قوة من ده، بستخدم الصفة الطويلة وقبلها more أو less. طب beautiful جميل، عايز أقول إيه؟ مثلا البنت دي أجمل من دي أقول more beautiful، البنت دي أقل جمالا من دي أقول less beautiful. أقل من اسمها لز والصفة وزان، أكثر من أقول مور والصفة وزان. زي برضك نفس الكلام، بنجيب الاسم وبعديه إز أو آر، ومور لس والصفة الطويلة وزان والاسم. إحنا بنفهم بالأمثلة. فمثلا بيقولك إيجلز النسور آر مور بيوتيفول زان إنسكتس، يعني النسور أكثر جمالا من الإيه؟ من الحشرات. بص كده أنا عملت هنا إيه في الصفة الطويلة؟ أنا جبتها أهو في النص. عايز أقول ده أجمل من ده، جبت قبلها مور وبعدها زين. طيب كروكودايلز التماسيح آر مور دانجرس ذان فيش، التماسيح أخطر من الأسماك. كاملز الجمال آر مور بيرفكت فور ذا ديزرت ذان هورسز، يعني الجمال مناسبة أكتر في الصحراء أكتر من الحصينة. لا تستخدم مور او لس مع الصفات القصيره، ولا نستخدم اي ار مع الصفات الطويله. احنا فهمنا ان احنا في الصفات القصيره بحط بعدها اي ار وبعدها زان عشان خاطر اقارن بين اثنين، في الصفات الطويله بحط قبلها مور او لس وبعدها زان عشان اقارن بين اثنين. ما ينفعش بقى ابدل، ما ينفعش احط مره اي ار ومره مور، لا دايما نلتزم بكده. الصفات القصيره اجي اقارن احط في اخرها اي ار وبعدها زان، الصفات الطويله اجي اقارن احط قبلها مور او لس وبعدها زان. في بيج 66 صفحة رقم 66 read about camels، اقرأ عن الجمال and check your answers، وتأكد من إجابتك. what is surprising about camels، بيقولك ما المدهش عن الجمال، بيدينا بعض المعلومات عن الجمال وبعد كده عن الحصنة. بيبدأ بالجمال بيقولك camels الجمال are amazing مذهلة، they are beautiful هم شكلهم جميل، strong animals وحيوانات قوية، they help us بيساعدونا to carry things في حمل الأشياء and people والناس to cross the desert في عبور الصحراء. Their milk اللبن بتاعهم is delicious لذيذ. We can use their fur to make clothes، ممكن نستخدم الفرو بتاعهم اللي بيغطي جسمهم في عمل الملابس. Camels الجمال are perfect مناسبة أو ملائمة for the desert للصحراء. Here is why، ليه بقى هي مناسبة للصحراء؟ هنشوف. في ثلاث حاجات بيخلوا الجمل مناسب للايه؟ للصحراء. طيب camels have large flat feet، يعني الجمال ليها اسطح كبيره ومسطحه، so they can walk on the sand، عشان كده هم يقدروا يمشوا في الرمل. الفلات فيت الارجل المسطحه دي بتخليهم يقدروا يمشوا في الرمل. طيب ايه كمان؟ ليه الجمال مناسبه للعيشه في الصحراء؟ camels can live without water for a long time، الجمال ممكن تعيش من غير ميه لوقت طويل. camels have special ways، الجمال لها طرق خاصه، to close their noses ممكن يغلقوا انوفهم، and eyes وعيونهم to stop the sand from coming in، عشان ما يدخلش فيها الرمل. يعني لو في عاصفه في الصحراء الرمل في كل مكان، تقدر الجمال انها تسد انفها مناخيرها وعينيها تقفلها عشان خاطر الرمل ما يخشش فيها. دول الاسباب الثلاثه اللي بيخلوا الجمل مناسب للصحراء. كمان بيقول لك but be careful، لكن كن حذر، camels are very noisy، الجمال مزعجه جدا، and they can get angry، وممكن تغضب وغضبها صعب شويه، ممكن تاكل حد جامد، فلازم نكون حذرين بردك في التعامل معها. Number 2 look at the fact file، بص الملف الحقائق، and read as a difference between، واقرأ الفرق ما بين horses and camels، ما بين الحصنة الخيول يعني والجمال. طيب عندي هنا horse حصان وكامل الجمل، حصان وده جمل، ايه الفرق بينهم بقى؟ جايب لي بعض الفروقات. اول حاجة بقولك how tall is it، كم طوله، طوله قد ايه؟ الحصان قال لك 1.4 to 1.8 سنتيمتر، يعني طوله من يعني متر و40 لمتر و80 سنتيمتر. طب بالنسبه للجمل 1.8 to 2 متر، يعني طوله ما بين 180 سنتي يعني لمترين، الجمل طبعا اطول هنا. طيب هاو هيفي از ات، كم وزنه؟
وزنه قد ايه؟ الحصان 380 to 550 كيلو جرام، يعني وزن الحصان ما بين 380 كيلو ل 550 كيلو. طب الجمل 400 to 650 كيلو جرام، الجمل برضو اضخم وادخن، وزنه ما بين 400 كيلو ل 650 كيلو. طيب how fast is it، كم سرعته؟ طب سرعته قد ايه؟ 88 كيلومتر بير اور، يعني الحصان بيجري او بيمشي بسرعه 88 كيلومتر في الساعه، لكن الجمل بسرعه 65 كيلومتر بير اور، بيمشي او بيجري بسرعه 65 كيلومتر في الساعه. طيب يبقى مين الاسرع؟ الحصان طبعا هنا اللي ايه الاسرع، الجمل في الطول والوزن هو اللي اكتر، لكن في السرعه الحصان اسرع. طب how long does it live، كم يعيش؟ طيب الميم دايما مش باينه، مش عارفه ليه. كم يعيش؟ How long does it live؟ طب الحصان بيعيش من 25 to 30 years، بيعيش من 25 ل 30 سنه، لكن الجمال بتعيش ايه 40 years، يعني 40 سنه. يبقى الجمال متفوقه في كل حاجه ما عدا في الجري او المشي بسرعه، الحصينه طبعا اسرع بكتير. بعد كده جايب لي بعض المعلومات عن الخيول او الحصينه. بيقول horses، الخيول have large beautiful eyes، عندهم عيون واسعة وجميلة. طب horses eat grass، الخيول بتاكل حشائش and drink fresh water، وبتشرب مياه نقية أو عذبة، تحب الماء العذبة الماء الحلوة. horses can live، الخيول ممكن تعيش in the desert في الصحراء، but they need people to look after them، لكن محتاجين الناس تعتني بيهم. طبعا الحصان مش بيقدر يعيش دايما في الصحراء، يعني لأن هو محتاج عشب تمام كده ومحتاج مية عذبة، فمش زي الجمل بيتحمل يعني، بس لو عاش في الصحراء لازم الناس تعتني بيه جدا. الصفحة اللي قدامها 67 هيسألنا أسئلة عن الخيول والجمال، صح وغلط. horses، الخيول are slower than camels، الخيول أبطأ من الجمال. لا false، خطأ، دول faster أسرع. camels، الجمال are taller than horses، الجمال أطول من الحصينة. true. طب horses are heavier than camels، يعني الحصينة أكثر ثقلا من الجمال، أتقل من الجمال في الوزن. لا false، خطأ، بالعكس الجمال هي اللي إيه الأتخن. camels، الجمال live longer than horses، الجمال بتعيش أطول من الحصينة. true، بتعيش أطول من الحصينة لأنها بتعيش لمدة 40 سنة والحصينة بتعيش ما بين 25 ل 30. number 4، look and complete the table، انظر وأكمل الجدول. هنا عايزين بقى نعمل مقارنة صفات، طول طويل، طولر أطول من، مثلا هيفي ثقيل، هيفير أثقل من، ماشي تعالوا نشوف الكلام ده. طول هو عامل لي أول واحدة، طول طويل، طولر أطول من، طب هيفير أثقل من، يبقى هنا كانت الصفة هيفي ثقيل. طب فاست سريع، عايز أقول أسرع من، يبقى فاستر زان، فاستر وخلاص، في الزان هنا احنا جايبين بس الإيه؟ الصفة مضيفين لها إي آر، فاستر. طب بيجر، هنا أكبر من، كانت الصفة بيج، كبير. beautiful، جميل، صفة طويلة، يبقى اما اجي اقارن اقول more beautiful، اكثر جمالا. طب هنا delicious، لذيذ، وdelicious صفة طويلة، اما اجي اقارن احط قبلها more او less، يبقى more delicious، اكثر ايه طعم حلاوة ولذاذة، يعني اكلة ألذ من اكلة. طيب shorter، اكثر من، طيب هي كانت الصفة ايه بقى؟ شورت، بس قصير، شورت قصير، دي مقارنة بقى صفات، شورت قصير، شورتر اقصر من. number 5، write sentences، اكتب جمل to compare these animals، عشان تقارن بين الحيوانات. طب هنا حلل لي اول واحدة، snake، ثعبان، فوكس، ثعلب، dangerous، خطير. عايز اقول الثعبان اكثر خطورة من الثعلب، يبقى اقول a snake is more dangerous than a fox، الثعبان اكثر خطورة من الثعلب. طب نعمل احنا بقى الباقيين، elephant، هيبو، بيج، هقارن ما بين الفيل وفرس النهر في الحجم. الفيل طبعا اكبر، يبقى نقول an elephant، الفيل هنقول الفيل اكبر من ايه؟ من فرس النهر او سيد قشطه، يعني an elephant is، يعني الفيل بيكون bigger than هيبو،
الفيل اكبر من ايه؟ فرس النهر. طب بعد كده هقارن ما بين الجيراف الزرافه والهورس الحصان في الطول، في الطول، في الطول يعني. طب اقول الزرافه اطول من الحصان، اقول ايه؟ الجيراف از، الزرافه بتكون طولر اطول زين من اهورس، من الحصان. طيب نكمل بعد كده، في بس هنا زين اهيبه، في ايه يا ولد هنا ماشي؟ an elephant is bigger than a hippo. a giraffe is taller than a horse. خلاص؟ طب كروكودايل فيش دانجرس، عايزين نقول التمساح اخطر من السمك، يبقى نقول a crocodile is more dangerous. كمل هنا زين فيش. عشان واحنا بنكتب ما نتلخبطش. تمام؟ طيب بعد كده بيقول لك قارن ما بين الكامل الجمل والفينيك فوكس ثعلب الصحراء سمول صغير. مين الأصغر؟ الجمل ولا ثعلب الصحراء؟ طبعا ثعلب الصحراء أصغر. تمام كده؟ يبقى هنقول فينيك فوكس is smaller. A fennec fox is smaller than a camel. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ نقول ان ثعلب الصحراء اصغر من الجمل. اخر واحده الايس كريم باتر ديليشس، عايزين نقول الايس كريم اكتر لذاذه من الزبده. تمام؟ طيب هنقول ايه؟ an ice cream is more delicious than butter. an ice cream is more delicious than butter. اخر activities معانا النهارده، اخر تدريبات معانا النهارده، انشطه تدريبات الدرس الثاني بيج 68 صفحه 68. شو ذا كريكت انسر، اختار الاجابه الصحيحه. هورسز الخيول او الحصنه ار اي ذان كاملز، الحصنه عايزين نقول اسرع من الجمال، يبقى نقول اسرع من اسمها ايه؟ اسمها فاستر ذان. طب هنا ذا هورس الحصان از شورتر از ذا كامل، الحصان اقصر من الجمل، شورتر ذان اقصر من كاملز، الجمال ار اي ذان هورسز، الجمال عايز اقول اطول من الحصينه، يبقى كاملز ار تولر، عشان طبعا طول طويل صفه قصيره احط في اخرها اي ار بعدها ذان عشان اقول الجمال اطول من الحصينه. طيب نمبر 4 ايس كريم، الايس كريم از اي ذان باتر، الايس كريم الذ من الزبده. طيب عندي كلمه لذيذ ديليشس وصفه طويله، لما اجي اقارن بين واحد وواحد اقول ايه؟ مور ديليشس، اكثر لذاذه او شهيه اكتر يعني. طيب نمبر 5 كاملز الجمال ار اي فور ذا ديزرت ذان هورسز، عايزين نقول الجمال ملائمه اكتر في الصحراء من الخيول. طيب بيرفكت يعني مناسب او ملائم، وهي صفه طويله، طب انا عايز اقول اكثر ملائمه يبقى مور بيرفكت. طيب نمبر 6 ذا سنيك الثعبان از اي دانجرس ذان ذا فوكس، الثعبان اكثر خطوره من الثعلب، اكثر من اسمها مور والصفه وذان مور. نمبر 2 ريد اند كومبليت، اقرا واكمل، عندي هنا فريش يعني عذب او طازج، تيس اسنان، جراس يعني حشائش او عشب، ولارج يعني كبير او واسع. I like riding horses، أنا بحب أركب الخيل. They are my favorite animals، هي حيواناتي المفضلة. They have a beautiful eyes، هم عندهم عيون واسعة وجميلة، يبقى large واسعة وكبيرة يعني. large beautiful eyes. They like to eat، بيحبوا ياكلوا إيه؟ بيحبوا ياكلوا grass الحشائش والعشب. And drink، وبيشربوا إيه؟ fresh water الماء العذب. They can carry people and other things، يعني بيستطيعوا ان هم يحملوا الناس والاشياء الاخرى.
اخر بيج معانا يا اولاد، بيج 69 صفحه 69. ريد اند ماتش، اقرا وصل. كامل زار الجمال بتكون بيرفكت فور ذا ديزرت، مناسبه او ملائمه للصحراء. يبقى عندي نمبر 1 هنوصلها باي. نمبر 2 كاملز ميلك، يعني اللبن بتاع الجمال از ديليشس، لذيذ. نمبر 2 ببي. نمبر 3 كاملز كان ليف، الجمال بتستطيع انها تعيش وزاوت وذر فور ا لونج تايم، من غير ميه لفتره طويله. يبقى نمبر 3 هنوصلها بدي. نمبر 4 هورسز، الخيول لايك تو درينك، بتحب تشرب فريش وذر، ماء عذب. يبقى نمبر 4 هنوصلها بسي. Reorder the words to make correct sentences، هنرتب الكلمات عشان نكون جمل صحيحة. Have feet camels large flat، يعني عايزين نقول الجمال لديها أرجل كبيرة ومسطحة، يبقى نقول camels have large flat feet. Number 2 taller a giraffe is than a horse، الزرافة أطول من الحصان. a giraffe is taller than a horse. Number 3 to make can fair use we their clothes، يعني ممكننا أن نستخدم الفرو بتاع الحيوانات، يعني to make clothes عشان نعمل ملابس، نصنع منها ملابس. يبقى نقول we can use، يمكننا أن نستخدم their فرقهم to make clothes، لصنع الايه؟ الملابس. Number 4 a mouse is than a smaller elephant، يعني الفار اصغر من الفيل. هنقول a mouse is smaller than an elephant. A mouse is smaller than an elephant. Number 5 punctuate the following، ده علامات الترقيم الاتي. Camels are perfect for the desert، الجمال ملائمة أو مناسبة للصحراء. Camels أول حرف كابيتال، ونكتب باقي الجملة مفيهاش تغيير. الجمال مناسبة للصحراء، طب دي جملة خبرية أحط آخرها إيه؟ أحط آخرها فول ستوب نقطة. درسنا النهارده انتهى، انتظروني في حل باقي التدريبات ان شاء الله. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.